من نجوم خط دفاع الكرة المصرية. لعب في نوادي كتير، بس البداية كانت من النادي الأهلي. لعب كمان مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها. لكن النهاردة هنطلع بره الملعب والتمرين ونشوف حياة لعيب الكرة بره الكلام ده عاملة ازاي. مشاهدين قناة الأهلي، برحب بيكم. معايا ومعاكم النهاردة نجم من نجوم خط دفاع الكرة المصرية، كابتن محمد عبد الفتاح تاح. برحب بيك يا كابتن في البداية، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. النهاردة بقى يعني عايز أعرف منك إيه الأجواء الرمضانية بتاعتك، بتعمل إيه في رمضان؟ أولاً مبسوط إن أنا معاك ومع البرنامج وفي القناة اللي هي يعني أكتر حاجة بحبها، يعني بتفكرني بكل حاجة جميلة، وإن شاء الله رمضان كريم علينا كلنا وعلى المصريين وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأجواء رمضان، مش بيبقى لي يعني روتين معين في رمضان، على قد ببقى داخل في أول الأيام ببقى بحب أنام بدري مثلا وأصحى بدري وكده، فبلاقي نفسي بقى إيه يعني وصلت لحد الفجر فما عرفتش أنام والكلام ده، فابتدي أطبق بقى وأنام بعد الفجر. فليا بقى كذا روتين في رمضان بقدر أعمله. نبدأ من أول ما بتصحى مثلا، قول لي بعد كده الفطار، بعد كده بتعمل ايه بعد الفطار؟ هو في الاول لازم اظبط الالارم بتاعي على مواعيد الصلاه كلها، لان بحاول في رمضان ان انا اصلي كل الصلوات في جماعه، يعني في المسجد. فصلاه الظهر تبقى اتقل صلاه عليا، لان ببقى انا بنام بعد الفجر، فبصحى اصلي الظهر، ساعات بنام تاني مثلا واصحى على صلاه العصر. خلاص كده بقى ابتدي بقى بستنى مثلا الفطار، احب بقى انزل بقى اجيب حاجات اللي ما بقدرش امسك نفسي طبعا في رمضان، اجيب بقى الحلويات واجيب حاجات بوظ بقى الدنيا. وبحب بفطر على التمر ولازم اسبريسو معاه، يعني الاسبريسو ده لازم قبل الفطار لازم اشربه الاول. بس بعد كده بقى بخلص فطار، بنزل بصلي العشاء والتراويح، بقرا طبعا قران بس عايزاك تقول لي ايه نوعيات المسلسلات اللي انت ممكن تشدك، او لو شفت البرومو بتاعها تقول مثلا حتى لو قبل رمضان انا هتفرج على المسلسل ده في رمضان او بعد رمضان؟ بص، انا في رمضان بصراحه مش بحب اميل للمسلسلات خالص، ممكن لو حاجه فعلا شدتني جدا او حاجه، بحب الحاجات اللي هي فيها اكشن وكده، بحب الحاجات اللي هي فيها حاجه ممكن تفيدني او استفيد منها، مش بحب الحاجات اللي هي بتبقى عشوائيه وكده. فممكن اتفرج عليه امتى بقى؟ يعني اتفرج عليه على اليوتيوب مثلا قبل الفجر او بعد الفجر، لكن انا ابقى متابع مسلسلات وكده لا، بيبقى في رمضان صعب جدا. وعامه في الايام العاديه برضو مش يعني انا مش من الناس اللي بستنى مسلسلات والحاجات دي، ومبسوط كده الصراحه، مش عايز الموضوع ده يبقى فيا. انت كنت طبعا ناشئين الاهلي طبعا البدايه من تقريبا 8 سنين لحد 21 سنه، احكي لي بقى البدايه بقى كلها. البدايه في الاول خالص انا ساكن في مصر الجديده، واقرب حاجه ليا نادي النصر، فروحت نادي النصر كنت بلعب عادي ما فيش اي مشكله. بعد كده عندي بيت تاني لاهلي في عين شمس، ففي هناك مركز شباب مشيت تحرير، فيعتبر الاثنين قريبين، فابتديت اعرف ان في النادي الاهلي هيروح مركز شباب مشيت تحرير هيشوف هناك اختبارات. وطبعا دي يعني قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هي اول واخر مره حصلت، وانا كنت 8 سنين لا افقه اي شيء ولا في دماغي اي حاجه فعلا، انا كنت بلعب كوره عشان بحبها بس. كنت انا رحت مكه شباب مشيت تحرير، وكان في هناك كابتن عمرو زغلول الله يرحمه، عرفت ان في تيكت وكده ب 3 جنيه. انا كنت رايح اليوم ده لوحدي، وكنت بحط 5 جنيه في الشراب، كان والدي الله يرحمه يعني بيدهاني يقول لي تركب بيها حاجه وتاكل، طبعا الكلام ده من زمان طبعا، وكنت باكل بعمل بيها كل حاجه. فعرفت ان التيكت ب 3 جنيه، وكان معايا فعلا بالظبط، يعني كنت صرف ال 2 جنيه وفاضل 3 جنيه بالظبط. فقمت اشتريت التيكت ورجعت بيه البيت، وانا كنت ناسي خالص اصلا ان انا اشتريته.
كلكم في البيت يعني كانوا عايزين ان انت تدخل طبعا النادي الاهلي؟ انا والدي الله يرحمه اهلاوي جدا جدا جدا، بس عمره ما يعني مش من الناس اللي هو كان لازم تروح وتلعب، لا عادي يعني المكان انت مرتاح فيه العب فيه عادي، بس لما عرف النادي الاهلي طبعا اتشد جدا، ابتدى يركز معايا وقال لي شد حيلك في الاختبارات وكده، وحتى هو ما جاش معايا عشان ما يعملش عليا ضغط او الكلام ده. وفعلا كان كابتن فوزي سكوتي كان هو موجود في الاختبارات في مركز شمال مشيت تحرير، وبعد كده طلع لعبت اختبار واحد بالظبط. على فكره كنت بلعب فيرود مش مدافع، يعني دي معلومه ما قلتهاش في تالي قبل كده، انا اصلا كنت بلعب فيرود لحد ما رحت النادي الاهلي ولعبت في الاول فيرود. رحت الاول رحت للنادي الاهلي الموضوع فيه اقدار كبيره جدا، انا لما رحت النادي الاهلي لعبت اختبار واحد مشوني، انا طالع كان معايا اختي فقابلت كابتن اسمه كابتن حسين عبد الفتاح، ما لا اعرفهم ولا عرفنا ولا اي حاجه، انا صغير طبعا. فبيقول لي ما شاء الله عليك انت كويس وكده، فاختي ردت عليا قالت له على فكره ده هم مشوه، قال لها ازاي ده انا شايفه افضل واحد في التقسيمه وكده، قال لها لا اكيد في حاجه غلط، انا هكلم كابتن بدري رجب واخليه يبص عليه تاني. خلاص انا ماشي بقى بالنسبه يعني طالع خلاص، خلاص طالع من باب النادي، طالع ماشي طالع من باب النادي. فالمهم فقال له اقف شويه وقفنا شويه، بعد كده جن قال لنا تعالوا الصبح الساعه 9. روحت طبعا وكده، جيت الصبح الساعه 9 لقيت طبعا كابتن بدري رجب وكان كابتن محمد وهبه وكان كابتن ضياء السيد وكابتن مجدي طلبه، طبعا مدربين ما شاء الله عليهم يعني. ولقيت طبعا كل اللعيبه بيبقوا، كنا ايام النادي الاهلي كنا بنقعد كل مواليد ايه صف كده بيقعدوا على الارض، دي حاجه ساعدتني في حياتي لحد النهارده وعامله لي مشكله ومش عامله لي مشكله، النظام تعودت على النظام في النادي من صغري لحد دلوقتي. فالموضوع ده ساعات لما بروح مكان مبيبقاش فيه نظام وكده بيعمل عليا، ده بياخد مني في الـ في الـ في الماتشات وفي التمرين. احساسك بقى كان ايه في الحته دي؟ انا ما كنتش مصدق اصلا، انا يعني حلم انا لحد النهارده حاسس ان بحلم والله بجد بجد فعلا. وكمان انا عشت في ايام النادي الاهلي، الايام اللي كان فيها كباتن كبار طبعا، كل الكباتن كبار لحد دلوقتي، بس قصدي والجيل الذهبي اللي انا طلعت فيه، كنت انا عندي 16 سنه فطلعت مع كابتن محمد ابو تريكه وكابتن وائل جمعه، فالجيل ده كله كان اصلا صعب ان حد يمشي من جنب السور بجد بتاع نادي الجزيره، احنا اخرنا في نادي مدينه نصر. فكان بالنسبه لي الموضوع لحد النهارده يعني انا دايما وانا بصلي بحمد ربنا ان ربنا حطيني في الطريق ده. لعبت اول مباراه رسميه مع نادي الاهلي قدام نادي الاسماعيلي، احكي لي عن احداث هذه المباراه. والله في ناس كتيره يعني بتقول لي ان كابتن حسام البدري حرقك في الماتش ده ومش عارف ايه، انا واخدها يعني بمنطق تاني خالص الصراحه. انا اول حاجه كان عندي 16 سنه، فان انا اطلع النادي الاهلي وانا عندي 16 سنه دي بالنسبه لها فضل كبير من ربنا طبعا. تاني حاجه ان انا العب وسط الكباتن دول كلهم، اصلا انا كان طموحي ان انا اروح اتفرج على التمرين ده بجد، انا مش بقول، انا كان طموحي اروح اتفرج، اصل كان كابتن يعني انا كنت بتصور معاهم وانا صغير اصلا، كان عندي 8 سنين، كان كابتن وائل جمعه وكان كابتن محمد ابو تريكه وكل الكباتن كانوا بييجوا يتفرجوا على، كانوا بييجوا يتمرنوا في مدينه نصر ساعات، فانا كنت بتصور معاهم ولد صغير مفيش اي مشكله. سبحان الله عدى زمن بسيط فطلعت معاهم، فلقيت نفسي اتمرنت شويه، وبعد كده كان كابتن حسام البدري قال لي انت هتبقى سيرد باك النادي الاهلي والمنتخب مصر ان شاء الله. قال لي دخلني بصراحه ماتش في الثاني، بعد كده ماتش الاسماعيلي دوت هو جه يتكلم معايا، طبعا دي بقى الكواليس بقى الكبير، هو جه يتكلم معايا في الماتش ده قال لي انت هتيجي معايا ماتش الاسماعيلي، بس انت احنا كنا بنروح 20 واحد 18 جوه الماتش واثنين بيطلعوا ايه في المدرجات، فانا من الاثنين اللي هيطلعوا طبعا بالنسبه لي يعني ده اعجاز يعني. فرحت كان الماتش غالبا كان الساعه 7 او 8 حاجه زي كده، فكابتن حسام بالظبط كانت الساعه 3 او 4، فلقيت التليفون بتاع الاوضه بيرن وكده، فبرد طبعا بقى كابتن حسام البدري، اول ما قاله طبعا انا وقعت في الارض، قال كابتن مش عارف ايه، قال لي تعالى دلوقتي حالا الاوضه. فرحت له الاوضه قال لي انت النهارده هتبدا في الماتش باك ليفت، فبصيت له كده مش مصدق ابدا في الماتش باك ليفت ايه يا كابتن، فقال لي مع ان انا سيرد باك على فكره بس انا الباك ليفت دي بلعبها يعني مش دايما، لكن انا المكان بتاعي الاساسي سيرد باك بلعب ناحيه الشمال عشان انا اشطر. فقال لي ده ماتش سهل واللعيبه كلها هتساعدك، كابتن بركات هيلعب قدامك وكابتن شريف عبد الفضيل وكابتن علي جمعه وكابتن حسام جلال وكابتن احمد فتحي، اسامي كبيره، وكابتن جده وكان يعني
قلت له تمام يا كابتن. قال لي انت ماتش بسيط. وساعتها كان الاسماعيلي اصلا كان قبلها باسبوعين كان كسب الفرقه فرقه النادي الاهلي 4-1، كان حصل كده دروب في الاسبوعين ده، فده الماتش اللي بعديه، فمش هينفع يحصل اي حاجه. فلعبت بقى الماتش بالظبط، يعني انا طلعت في الدقيقه حوالي 40. انا اصلا وانا طالع انا بفكر في الله يرحمه في المذيع كابتن محمود بكر. انا بقى لما كنت بشوفه بسمعه كان يعني كان بيقول افيهات حلوه، فانا خايف بقى يقول كام افيه بقى يخلص عليا فيهم. يدمروك. فسبحان الله لما طلعت اتفرجت على الماتش لقيت هو اللي وقف معايا اتكلم، قال لي يعني انت ليه طلعته، انت كده حرقته. بعدين انا ما كنتش افهم الحاجات دي، انت ازاي تلعب ماتش اسماعيل في اسماعيليه مش عارف ايه الكلام ده كله حصل. لحسيت الموضوع، وانا بالنسبه لي بصراحه الموضوع كان عادي، فعلا كنت نازل بسخن والله، ولا كنت خايف ولا اي حاجه. ولا وانا ساعتها كنت لاعب كمان كاس عالم، وكنت لاعب واخدين 3 افريقيا، فانا الحمد لله. وبعدين انا بصراحه تربيه النادي الاهلي بتعود الواحد ان هو ما يخافش من اي موقف، فانت من طبعا صغرك متعود على بطولات طبعا وبتسافر بره من صغرك وبتلعب بطولات كبيره فطموح والكلام ده. بيبقى عالي. بس فبعد كده بقى لعبت الماتش، كان ساعتها مش اليوم بتاعنا طبعا خالص. من المواقف الطريفه طبعا اللي حصلت في الماتش، كان كابتن وائل جمعه لما كان بيدخل جول او حاجه فكان يبص لي وانا بعيد عن الجول خالص، فاقول له يا كابتن طب انا مش في الجول، طب انا مالي. لقيت بقى في الدقيقه 40 او الدقيقه 41 تغيير وكده. طبعا بقى انا كنت طالع كنت يعني زعلان جدا جدا، دي اول ماتش ليا واللي احنا خسرانين فيه. علاقتك ايه بكابتن هاني رمزي؟ كان بينصحك بيقول لك ايه؟ اتعلم منه ايه؟ كنت بشوف في عينيه ان هو دايما بحس ان هو بيقول لي ان انت مختلف، ان انت لاعبك مختلف، سردباك مختلف. وليكن طبعا زي اليومين دول مثلا مثل زي محمد عبد المنعم، كانت نظرتهم ليا كده دايما. بس انت يا كابتن يعني ما شاء الله لعبت في نوادي كتير جدا، يعني انا شايفه في سن صغير لعبت في نوادي كتير وقابلت نجوم كبار كتير، ودي الحقيقه يعني صعبه على اي لاعب برضو يعني في سنك. لعبت طبعا في وادي دجله مع نجوم كبيره جدا، اتعلمت ايه؟ اتعلم منهم النظام والطموح والتعب جدا 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 في التمرين عشان بيتطبق عليك في الماتشات. شاركت طبعا في منتخب الشباب في امم افريقيا وكمان في كاس عالم للشباب مع طبعا محمد صلاح واحمد حجازي وكل النجوم دي، علاقتك بكل حد فيهم ايه؟ لو في حاجه لحد النهارده يعني في تواصل لحد النهارده معاهم منني؟ في تواصل طبعا. انا بصراحه انا بحب كل المنتخب بتاعي، يعني حتى لو مش بيبقى في مثلا زي محمد صلاح ما فيش تواصل يعني دايما، بس انا ببقى يعني عامل عذر لمحمد صلاح طبعا. اكيد يعني انا من الناس اللي انا كنت من الناس اللي مع محمد صلاح في الغرفه دايما، يعني ال3 سنين بتاع المنتخب انا ومحمد صلاح بنقعد في اوضه واحده. التواصل انا لحد دلوقتي بتواصل بحجازي وبايمن اشرف وبالنني وبمانجا، يعتبر يعني كلهم، عمر جابر. التواصل ممكن ما يبقاش يعني مش اسبوعين او كده، بس كل فتره لازم بنتواصل والكلام ده. محمد صلاح بحس ان هو كل سنه، يعني مش كل سنه لازم يدخل يبعت لي مثلا على الانستجرام، لازم يبعت لي ازيك عامل ايه، بس هو بحس ان هو واخده ما بيعدي فتره كبيره هو من نفسه بقى ليه بيسال. بتتكلموا في ايه؟ بتلحقوا تتكلموا بقى في مشاكل او في يعني ايه الحديث مثلا اللي بيدور بينكم، ولا سلام سلام وخلاص يعني بتطمنوا على بعض؟ هما دايما ما عندهمش فكره تاحه بقى هادي. انا كنت فاكهه المنتخب زمان، كنت انا اللي بشعوذ الدنيا وبهزر وبضحك وبعمل كل حاجه، فهم لحد دلوقتي بصين لي البصه ديت فبيقولوا لي احنا مش مصدقين، يعني انت مهما تحكي لنا ومهما نشوفك احنا مش مصدقين ان انت بقيت هادي والكلام ده. حتى بالذات حجازي كل ما جيت في مره رحت لهم الاوتيل وكده لما ينزلوا هنا، فقابلت محمد صلاح والنني وحجازي فبيقعدوا يضحكوا، بس يعني كل ما يبصوا يضحكوا ان انا ما بقتش بهزر، ما بقتش ادخل مع مش هزار. انا طبعا بهزر واضح، بس زمان فعلا يعني كنت حاجه تانية خالص، يعني لدرجه ان كابتن حسام غالي واللعيبه الكبيره كانت بتمسكني يا ابني اهدى شويه يا ابني مش هينفع، بالذات كابتن حسام غالي. فدي بصراحه بعتبرها نعمه ان انا اتعاملت مع اللعيبه ديت، وكنت كمان الكابتن في منتخب الشباب، فانا مبسوط ان انا لعبت مع جيل زي جيل محمد صلاح. مشاهدينا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل تاني مع كابتن محمد عبد الفتاح تح. مكمل
مكملين طبعا مع حضراتكم مره تانية مع كابتن محمد عبد الفتاح تاحه. برحب بيك يا كابتن مره تانية. عندي معلومه بقى بتقول انك اجلت دراستك علشان تلعب كوره، عايزين نعرف تفاصيل الموضوع ده. تفصيل الموضوع، انا اتخرجت من المدرسه، بعد كده كان قدامي اوبشن ان انا ادخل اي جامعه عاديه واخلص على طول، من يعني اروح على الامتحان وخلص. فانا لا، انا بصيت ان انا عايز قدام يعني ليا دماغ معينه وليا شكل معين، وانا بحب عايز اعمل حاجه جنب الكوره، بحب اطور فكري، بحب دايما الكلام ده. فبصيت على الاكاديميه البحريه، وكان ساعتها كابتن حسام غالي فيها، فروحت الجامعه. كان اول سنه كان عندي رباط صليبي، فطبعا كنت بحضر عادي ما فيش اي مشكله. بعد كده لما ابتديت ارجع تاني للعب الجامعه بقى، ابتديت بقى الحضور الساعه 9 واخلص 9 بالليل، فبالنسبه لي الموضوع مش هينفع مع الكوره. وفي نفس الوقت انا مش عايز اطلع من الجامعه دي واروح، انا عايز اكمل في الاكاديميه البحريه. انا بحب انا اللوجيستيك والحاجات ديت، فكان نفسي اكمل فيها. فابتديت اجل 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 لحد ما فاضل لي سنه، وعمال اجل بقى فيها. يعني قلت انا بصراحه فكرت واستخرت، وطبعا انا الكوره بالنسبه لي يعني هي اهم مع الدراسه، يعني ما ينفعش الغي حاجه منهم. بس مش عايز تلغي فكره يعني. فكان بالنسبه لي اولوياتي للكوره والدراسه انا ماشي فيها، وفاضل لي مثلا سنه ان شاء الله اخلصها يعني سمستر في سمستر يعني. ربنا معاك. هنرجع طيب شويه بالوقت للمدرسه، لو فاكر بقى علاقتك ايه بمدرسينك، زمايلك، كنت طفل شقي، كنت طفل هادي، كلمني عن الفتره دي شويه. في المدرسه انا كنت طفل طبعا، برضو ليا تعامل خاص عشان النادي الاهلي بصراحه، دي بشوفها في كل مكان لحد النهارده. فكنت دايما انا بحب العب كوره بس، يعني ماليش في اي حاجه في المدرسه غير ان انا بلعب كوره. بروح مثلا افضل بس قاعد في الفصل او حاجه، قاعد ببص انا تحتيه الكوره مستني بس يصفر انزل العب كوره. كنت دايما باخد جوابات من النادي الاهلي، يعني مثلا ان هو بقعد ساعه وساعتين واطلع على طول عشان التمرين بتاعي في النادي. في مدرس معين فاكره مثلا كان بيدعمك، كان بيشجعك؟ هو طبعا هو لو شاف الحلقه دي هو اكيد هيقول هو افتكرني ازاي، مع ان مفيش تواصل خالص، انا اكتر من 10 سنين. اسمه كابتن سعيد، مدرس الالعاب، فعلا كان بيدعمني، وكان دايما يعني بيقول عليا لعيب كويس وانت هتكمل وهتبقى حاجه كبيره. بصراحه، هل كنت عارف في يوم من الايام انك تكون لعيب كوره وتقابل نجوم كبار زي اللي قابلتهم؟ انا طموحي اعلى من كده كمان، كنت عارف ان انا هوصل، كان فاضل لي عندي ثقه كبيره ان انا ابقى مدافع كويس، هلعب في النادي الاهلي وفي المنتخبات، وكنت عارف ان انا يعني كنت واثق يعني انا بكتب الحاجات دي، كاتبها من صغري لحد دلوقتي، ان انا وبقولها عادي وهقولها وانا اهو دلوقتي مثلا في سن يعني مش بالنسبه للكوره يعني كبير، لا انا كاتب واصل لحد الحاجات دي، يعني باصص عليها لحد دلوقتي، ان انا نفسي في احتراف ونفسي العب في نادي كبير ونفسي اخد احسن مدافع في مصر وفي افريقيا وفي العالم، كل ده كاتبه وببص عليه. بالعكس ده بيديني طاقات ايجابيه طبعا. دايما بفضل ابص عليه دايما من صغري، الحاجات دي كاتبها وبقعد ازود عليها حاجات. يعني نقدر نقول المكان اللي وصلت له انت كنت عارف انك هتوصل. كنت عارف، لان انا بجتهد، فعارف ان ربنا مش هيضيع تعبي. بصراحه وبدون دخول طبعا في تفاصيل، هل في شخص في حياتك تتمنى تقول له تسامحني؟ من غير دخول في تفاصيل، ومش عايزين نعرف مين الشخص، بس في شخص في حياتك عايز تقول له كده؟ لا، مفيش حد عايز يسامحك خالص. انا ممكن اجي على نفسي عشان خاطر ما ازعلش اي حد. بصراحه لو حياتك اتعادت من الاول تاني، ايه الحاجه اللي مش هتكررها؟ لو اتعادت من الاول تاني، ايه الحاجه اللي مش هتعملها، عملتها ومش هتعملها؟ علاقتي بلعيبه النادي الاهلي ما خلتش فيه تواصل لحد دلوقتي، انا زعلان على الموضوع ده من نفسي. ليه ما فيش تواصل؟ مني انا يعني، كان دايما اصحابي واهلي يقول لي طب اسال عليهم، طيب مش عارف ايه الكلام ده، فانا بتكسف والله العظيم، مش موضوع انا مثلا بنساهم او انا ما بحس ان انا دلوقتي نفسي، يعني مع ان لما بقابلهم في مناسبه او حاجه بصراحه، يعني كابتن عماد متعب، كابتن حسام غالي، يعني بيتعاملوا معايا اصحاب، يعني اصحاب اصحاب يعني. بس انا حاسس انا قصرت في الموضوع ده. طب بتتكسف ايه السبب؟ يعني السبب ده ان سنك صغير مثلا لما حضرت الجيل ده، ولا
انا دايما ببقى خجول من الناس عامه اللي فرق السن، يعني بحس ان انا ما ينفعش اهزر مع اي هزار، ما ينفعش اتكلم مع اي كلمه، فالموضوع ده هو اللي بيخليني ان انا طب صعب اتحرص اسال. خالص ما بتسألش بقى. بصراحة لو اتسألت سؤال من شخص مهم جدا وما تعرفش إجابته، هتحاول تألف أي إجابة ولا هتقول ما تعرفش؟ بصراحة شخص مهم جدا، مهم، يعني حد مهم، لا ممكن حد هيفرق معاه إجابتك. يعني اصرحه في حاجة فيه مثلا. لا لا لا، مش تصارحه، هو سألك حاجة وإجابتك هتفرق معاه، أو شكلك هيفرق قدامه لو أنت جاوبت. ممكن تألف إجابة ولا تقوله لا أنا معرفش الإجابة. لا هقول له لا ما اعرفش الاجابه. كل صراحة وعادي. عادي تمام. شوف. بصراحة بتهتم برأي الناس فيك؟ مش اي ناس، يعني بحب اتعلم من الصغير ومن الكبير ومن يعني من البسيط ومن كل حاجه. الناس اللي عندها طاقه ايجابيه بحب اقرب منها جدا، الناس الناجحه بحب اقرب منها جدا وبحب اقراهم فيا. إن وصعب ان انا اقتنع بحد على فكره، فقليل الناس اللي انا بحب ابص لها واشوف انها ناس ناجحه واحب الفكر بتاعها، فكرها يكون متطور او الكلام ده، بحب ان انا اسمع الاراء. بصراحة علاقتك مع السوشيال ميديا، عمرك مسحت كومنت قبل كده ضايقك؟ كتير، يا ياه، نهار ابيض. فاكر حاجة طيب ايه؟ تقولها لنا؟ يعني انا ممكن ما نزلش مثلا حاجه، ممكن بسبب ماتش الاسماعيلي مثلا ممكن حد يدخل يشتمني، ما بحبش، مش برد عليه بس بمسحه، مش عايز اشوف حاجه زي كده. ف يعني السوشيال ميديا على فكره بالنسبه لي كمان يعني انا القليل منهم، ضاغطين طبعا على اللعيبه المنتخب ولاعيبه الاهلي والزمالك، طبعا. يعني بقعد اقول فعلا يعني الواحد دلوقتي بقى بيخاف يعمل حاجه يطلع يلاقي. انا ما عنديش اي مشكله ان حد ينتقد لعيب، بس ينتقد مثلا ان انا لما اطلع اتفرج عليك تقول واحد اتنين تلاته اطور من نفسي والكلام ده، غير ان انت تتكلم معايا وحش او تقول يعني كلام ياثر عليا وياثر على اهلي كمان، لان الموضوع مش انا بس، ده في ليا اهلي وليا ناس صحابي طبعا. يعني. بس فهو ده الموضوع بالنسبه لي في السوشيال ميديا. احمد حجازي، بحبه قوي وبحب العب معاه جدا، وهو كان دايما يقول لي انت احسن سيرد باك بتلعب بشمالك، وانا دايما اقول له انت احسن سيرد باك بتلعب بيمينك. انني لسه بعد اليومين اللي فات قلت له انا زعلان منك ليه؟ عشان التيشيرت، انا مع ان انا مش بحب اطلب التيشيرت عايز والكلام ده تيشيرت. خالص، لا ده انا طالبه لحد كمان حبيبي قوي، فهو قال لي لما اجي هكلمك وكده، فلما جه مكلمنيش. انا بركز انا في الحاجات دي شويه، بس هو يمكن بعت عشان يعني كده ما بتتكلمش يا كابتن ايه؟ بجد، يعني يمكن عشان كده ما فيش تواصل قوي ما بينك وبين الناس، عشان بترك حساس برضو شوية في حاسس انا الموضوع في ده. الموضوع، بحب لما اكلمك في حاجه كلمني، لان احنا زي بعض، احنا لعبنا زي بعض، ممكن تكون انت دلوقتي في ليفل اعلى في الكوره، بس انا دايما في حياتي ما بعملش مين اللي قدامي، ما دام انا بعمل اهم حاجه في اخلاق في ادب الكلام ده بعاملك، ما بوصلكش انت ايه. لكن هو بس هو رد عليا قال لي ما تزعلش والله انا كنت بس هو مشغول يعني وكده. كنت لسه هقول ممكن ما يكونش بيفكر بس كده هو اصلا. قعد بقى حوالي 3 شهور، بس هو عمال لي كده، لا انا خلاص الموضوع خلص بالنسبه لي، يعني اصلا كلمه واحده قلبك يعني ابيض يعني خلاص. بعدي على طول. محمد صلاح، محمد صلاح، كنت مبسوط ان انا فتره المنتخب ان هو كان قريب مني، وكان نفسي في الفتره دي ابقى قريب منه عشان اتعلم منه حاجات كتير، يعني حتى لما بيطلع في كذا برنامج وبيتكلم عن حياته في الاكل في الشرب انا بقعد اكتب لحد يعني. دلوقتي. تصريح مهم. كابتن حسام غالي، كابتن حسام غالي، في كذا موقف برضه كنت بخاف منه في الملعب، مع ان كابتن حسام غالي بره الملعب اقرب واحد للعيبه يعتبر، كان دايما يوم الخميس بيجي اعضاء كتير بيتفرجوا وجمهور وكده، فجيت في مره قلت لك، هو بيحب يختارني معاه في التقسيمه دايما، فجيت قلت له يا كابتن بالله عليك ما تشتمني وكده عشان في ناس كتير النهارده وكده. كابتن ضياء السيد، كابتن ضياء السيد، بحس ان هو نفسه يشوفني في نادي كويس ومستوى كويس عشان
يستدعيني المنتخب. دلوقتي هسألك أسئلة سريعة جدا، وهتكلم حد قريب منك بعد ما تجاوب كل الأسئلة اللي معايا، وتسأله نفس الأسئلة وتشوف هيجاوب نفس إجاباتك ولا لأ. ماشي. أكتر حاجة بتغير مودك وبتحب تعملها؟ القهوة. لو متضايق مين أول حد بتكلمه؟ زوجتي. بتحب تخرج الصبح ولا بالليل؟ الصبح، عندي مشكلة كبيرة مع بالليل. كل صحابي يخرجوا بالليل، انا بحب الصبح. نوعيات الاغاني اللي بتحب تسمعها ومطرب مفضل؟ مش سميع قوي، بس بحب اسمع الحاجات العود، الحاجات اللي فيها عزف وكده من غير اغاني. مفيش ميوزك يعني؟ لا. مطرب مفضل؟ مصري. مصري واجنبي؟ بحب محمد حماقي. واجنبي؟ لا ماليش في. مش تسمع اجنبي. بتتعصب بسرعة ولا لأ؟ ولو ايه أكتر حاجة تعصبك؟ على حسب المود، أنا مزاجي جدا، لو أنا مزاجي مش حلو بتعصب على طول. رنجة وفسيخ ولا حمام وبط؟ رايح في الحتة دي ولا في الحتة دي؟ رنجة وفسيخ طبعا. ريال مدريد ولا برشلونة؟ ريال مدريد. من وجهة نظرك المدرب الوطني ولا المدرب الأجنبي الأفضل فنيا؟ الأجنبي طبعا. ليه؟ ساعات بحس، مش الا ما راح من ربي طبعا، ساعات بحس في ميول. لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه؟ محل اكل. يعني البيزنس اللي قدامك محل اكل خلاص، هيكون محل ايه؟ KFC. طبعا. طيب دلوقتي اتفضل يا كابتن، هتاخد الكيو كارد دي مكتوب فيها الاسئله. ماشي. وهتكلم حد حالا قريب منك، نفس هتحط الأسئلة؟ سبيكر. هتاخد الاسئله كده من اولها ان شاء الله يرد. افتح السبيكر. حط سبيكر، تقول له كابتن طارق ابو العز. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا طارق. ماشي. بقول لك الحمد لله، انا في برنامج دلوقتي وفتح السبيكر وهسالك اسئله انا اتسالتها، هيشوفوك انت هترد عليا زي ولا لا. ليه يا ابني كده؟ ماشي. جاهز؟ تمام. اوكي. ايه اكتر حاجه بتغير مودي وانا بحب اعملها؟ اكتر حاجه بتغير مودك تحب تعملها؟ اعتقد نخرج نشرب قهوه تقريبا. تشرب قهوه حاجه زي كده. الله اكبر، برافو عليك. الله اكبر. صح فعلا. صح، احنا ورانا غير القهوه. تمام. لو متضايق مين اول حد انا هكلمه؟ انا طبعا. مين تاني؟ طب مين تاني؟ يعني مين تاني؟ ممكن المدام. ممكن عندك؟ برافو عليك. تمام. لا برافو، لا صاحبك بجد. طيب انا بحب اخرج الصبح ولا بالليل؟ دي سهل عليك دي غالبا. الخروج الصبح طبعا. سهل عليك. تكره الليل. كلهم عارفين. نوعيات الاغاني اللي انا بحب اسمعها ومطربي المفضل؟ طبعا انت، انا عارفك هتقول ايه بس قول يلا. لا قول ما يهمكش. عارف ان انا ماليش في ماشي كمل. لا بس يعني عامه احنا ما عندناش حاجه زي كده يعني، انا ما بنحبش عامة الموضوع الأغاني ده كتير يعني، بنسمعه كده تفاريح يعني زي ما بيقولوا. تفاريح. بقول لك كده كده. والله بس انت، بس انت عامة يعني تحب الأغاني القديمة شوية، أم كلثوم مثلا. الميوزك يعني. الميوزك يعني، أصل أنا قلت الميوزك يعني القديمة وكده. برافو عليك يا طارق والله. بتعصب بسرعة ولا لا؟ وإيه أكتر حاجة بتعصبني؟ لا ما بتعصبش بسرعة. مش سريع الغضب يعني. طب ايه اكتر حاجه بقى بتعصبني؟ اكتر حاجه بتعصبك معنى وقت البرنامج حضرتك ممكن تخلص بسرعه. ما انا اعمل ايه، ما انا مش في دماغي حاجه دلوقتي. ان ممكن حد مثلا، حد يجي عليك مثلا.
ماشي عندي شغال شغال يعني مثلا شغال شغال عشان عندنا أسئلة كتير بعد إذنك. يتريق عليك يجي عليك في كلام في حاجة زي كده، ماشي ده بيضايقك جدا. طيب السؤال اللي بعديه، رنجة ولا فسيخ؟ رنجة وفسيخ ولا حمام وبط؟ بالنسبة لك؟ رنجة وفسيخ اقسم بالله العظيم يا جماعه مغسسه على قايل له حاجه، والله مغسسه العظيم انا الاسئله دي لسه شايفها اصلا. ريال مدريد ولا برشلونه؟ انت بالنسبه لك برشلونه؟ لا يا طارق، لا يا طارق، انا شفتي انا شفتي. طب ركز، فاضل لك اتنين. بس على فكره موضوع اللي اكتر حاجه بتعصبك ممكن اللي هو الهزار السخيف. ماشي، انا ما جاوبتش عليه يعتبر. بالظبط. من وجهة نظر كمدرب الوطني ولا المدرب الأجنبي أفضل؟ لا المدرب الوطني. لا يا طارق، أنا شدي برضه جيتاري. اتغششت أنت لحد يعني أسئلة معينة. أنت مش عارفيني على فكرة، مش عارف، أنا ما بفكرش. مش آخر سؤال يا طارق، وركز فيه بعد إذنك، ركز فيه عشان ده السؤال دوت يعني أكلة. انا قلت لك عليها امبارح بالليل وما جبتهاش، انا سالتها عليك كمان. لو هفتح محل اكل لا 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 لا، الموضوع كده في حاجه غلط. شابو طارق والله العظيم. طب محتاجين طرحنا في حاجه تاني كده. طيب خلاص يا طارق كده، مع السلامه يا دار. ماشي يا طارق، يلا تمام. تمام، سلام. ماشي، سلام. نورتني جدا يا كابتن، جدا جدا، واتبسطت جدا انك كنت معايا النهارده على شاشه قناه الاهلي. يعني حابب تقول ايه، تختم بايه احساسك بعد الحلقه؟ قول. والله انا مبسوط قوي ان يعني ان انا موجود معاكي وفي قناه النادي الاهلي، اللي هي بتفكرني بذكريات جميله. والحلقه دي على فكره انا رحت ما شاء الله برامج كتير، بس دي حاجه جديده عليا جدا جدا جدا، وان شاء الله ابقى معاكم بعد كده وربنا يوفقكم. يا رب تكون اتبسطت مشاهدينا. دي كانت نهايه الحلقه مع كابتن محمد عبد الفتاح تاحه. أشوفكم في حلقة جديدة مع نجم أهلاوي جديد.